تعزيز التعاون في المجال التجاري وتطوير الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإثيوبيا في صلب مباحثات كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ووزير المقاولات العمومية الإثيوبية. خلال هذا اللقاء بحث الجانبان الفرص المتاحة لإعطاء دفعة جديدة للتجارة الثنائية ولتدفق الاستثمارات. هناك فرص كثيرة للاستثمار وهناك فرص أيضا للتبادل التجاري بين بلدينا. قاموا بلقاءات متعددة ولقاء مهم في طنجة، ميناء طنجة، كان لقاء من أجل يعني وضع آلية لاستقبال السفن الإثيوبية في المغرب. أيضا أكيد أننا سنعمل سوية على وضع هذه الآلية ويعني الدفع بها، لأننا يعني استقبال السفن الإثيوبية سيمكن المغاربة من استقبال أيضا بعض البضائع الإثيوبية، ولكن أيضا سيكون محطة يعني نقل البضائع المغربية لإثيوبيا. المسؤول الإثيوبي ذكر بالزيارة الأخيرة لجلالة الملك محمد السادس إلى بلاده، والتي تعكس حسب المسؤول متانة العلاقات بين البلدين وعزمهما المشترك على تعزيزها وتقويتها. هذه الزيارة تأتي عقب انعقاد منتدى الأعمال المغربي الإثيوبي العام الماضي، وكذا بعد الزيارة الأخيرة لجلالة الملك محمد السادس إلى إثيوبيا، والتي تعكس متانة العلاقات بين البلدين وعزمهما المشترك على تعزيزها وتقويتها. خلال هذه الزيارة تم إبرام اتفاقية بين ميناء طنجة المتوسط والمؤسسة الإثيوبية لبحث سبل إحداث مناطق صناعية، ومن واجبنا تحديد المشاريع العملية وتنفيذها في أقرب الآجال. الوفد الإثيوبي قام الاثنين بزيارة للمركب المينائي طنجة المتوسط لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين، لا سيما مجالي الطرق والسكك الحديدية.